يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الباقي في حياتك عم نوفل. عم رزي ده كان راجل حتة سكرة وطيب ويستاهل كل خير. أنا معرفش الراجل ده جه الدنيا في إيه وخرج منها ليه. على العموم الله يرحمه. وأنت تعرف الرحمة يا أبضاي؟ أيوه. يعني أنت عندك دم؟ أيوه. تقتل الأكيل وتمشي في جنازته؟ ما بلاش طرطشة كلام. إيه؟ هتقتلني زي ما قتلت رزق؟ ما تعقلي جوزك يا طنط عطيات، مش عايزك تعيشي في الدنيا وحيدة، مش عايزه يحصل أخوه. معلش ما تاخدش على كلامه يا معلم والنبي، فضفضة حزن يا أخويا، أنت عارف قلبه محروق على أخوه. على العموم أنا مقدر حرقة قلبه عليكي. أبو ضايع؟ استنى هنا! استنى! انت بتعملي ايه يا بنت المجنونه انت؟ قتلت ابويا الكلب يا ابن الكلب! استهدي بالله يا بنت، صلي على النبي. احنا مش قده يا بنت؟ مش قده ازاي؟ بقيت لابويا يمشي في جنازته؟ بقول لك ايه؟ انا ابويا ما خليش رجاله، لكن انا بقى قدامك بنت راجل، وانا بقى اللي عارف اخد طرقويه منك. عماله تطرطشي بالكلام، قصدك ايه يا بنت؟ قصدي على رجلك يا اختي يا معلمه، ايدك اليمين اللي عامل نفسه زي الرجاله، مش حد يقدر يقف قدامه. لكن انا بقى اللي هصدر لك وهعرف اجيب دماغك ارضا يا ابو ضايع كلب. ارض مين يا علمه رقاصه بتاعت الكباريهات انت؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا بت؟ بقول لك يا بت، لو ما تلمتيش هتحصل ابوكي ومش هكلفك حاجه، المعازيم هم والمقرين هم والدفن على حسابي، فاهمه؟ دماغك مين يا وسخ انت؟ وسخ يا بنت اخرى يا بنت الكلب. انت مديلك الحريم يا ابو ضايع؟ جرايه يا حلنش يا ابن بيعه الخضار، سخ انت ولا ايه؟ انت جبت اكلك مع ابن بيعه الخضار. يظهر ان عم رزق وحشك وعايز تشوفه بسرعه. انت مش ناوي تجيب على البر؟ ده انت هتموت النهارده. جرايات ايه وانت؟ اتكل على الله. يا لهوي! لا يا حربي لا! موته يا حربي، ابوس ايدك موته. موته بقى يا اخي وخلصنا منه. نزل المطوه يا حربي، مش عايز اموت مخنوق. لا يا حربي، دم لا. صلاح؟ ايه؟ مش احنا قلنا نستخدم ده ما نستخدمش ده؟ وان ضربت ما تعورش وان عورت ما تقتلش؟ ايه نسيت يا حرب ولا ايه؟ والله زمان يا صلاح. جدع حربي، كنت عايز تقتلني ها؟ طب وديني ومعاه ابو ده؟ ولا كلمة. انت مش شفتيش عمل ايه يا معلمة؟ اسكت واسمع يا معلمة. يا معلمة كل اللي عمله ده عشان كلبه وراح، ما يموت ولا يغور في 60 داهية. يا زبالة يا معفن يا وسط. بس يا دنيا، الشماتة في كل حاجة إلا الموت، محدش علمك ده؟ اسمع يا جدع، أنت من النهاردة تلم عزالك وتاخد رجالتك معاك وتسيب المنطقة إلا وحيات ده. وأنت عارف أنا ما بحلف بده، هقطعك بإيديا دول. ده كده يا معلمة، بعد ما خدمتك السنين دي كلها أبو ضايع حبيب قلبك وبترميني عشان مين؟ عشان الكلب ده؟ انت اللي جبته لنفسك بأفعالك. يلا وريني عرض كتافك. باي باي يا برنسيسه.
باي. وصلوني. اتفضل يا معلم. قولي العنب اللي جابك. كنت كملت جميلك يا اخي وريحتنا. رد عليا متر. اكيد انت زين. زي ما وصفك حربي بالظبط. متهور ومندفع وقلبك ابيض. مين ده حربي؟ متشكرين يا استاذ. استاذ صلاح بحر المحامي، زميلي في السجن واخويا واستاذي كمان. معلم انشراح اكبر راس عندنا في المنطقه. اهلا وسهلا بمعلم انشراح. انا سعيد جدا اني شفتك وتعرفت عليك. انا اسعد يا استاذ صلاح. انا دلوقتي عرفت مين اللي علمك الالباندا ولولك لسانك يا وادي حربي. انما انت ما قلتليش عرفت طريق ازاي؟ انا سالت عنك في الحاره، قالوا انك هنا في المدافن. قلت لا يكون حد يخصك اقف معاك. طول عمرك اصيل وصاحب واجب. بقول لك ايه يا حربي؟ ما يلا بينا كده بربطة المعلم وناخد معانا الاستاذ صلاح، ناكل لقمه في البيت، تلاقوا على لحم بطنكم من الصبح. لا ملوش لزوم يا معلم. ما تقول بطل اللي انت فيه ده. يلا بينا يا رجاله، يلا بينا. انما انت خرجت من السجن امتى يا ابو صلاح؟ قريب. طلعت فراق بمناسبه مولد النبي. بس جيت في وقتك يا استاذ صلاح. انت عارف لولا ان ربنا بعتك في الوقت المناسب كان زمان الاثنين دول لبسوا البدله الحمراء. بدله حمراء بدله زرقاء مش مهم. المهم اني فشيت غل في قبضايا الكلب ده. لا بس حربي اعقل بكتير من انه ودي نفسه في داهيه، ولا يا حربي؟ طبعا يا ابو صلاح، كله بفضل تعليماتك. انت محامي مش كده يا استاذ صلاح؟ كنت. لكن بعد ما دخلت السجن شطبوا اسمي من جداول النقابه. بس لسه بتفهم في القانون؟ طبعا. ما تاخذنيش انا متر. لا هو انت اصلا دخلت السجن ليه؟ يعني عشان في يوم من الايام اتصرفت صح. كنت فاكر لسه ان الدنيا فيها اصول ومبادئ وقيم. استضح ان الواحد في الزمان ده لازم يدور على مصلحته هو بس وتوز في اي حاجه تانية. براوة عليك يا استاذ صلاح، فكر فيها كده. لو انت مش هتجري ورا مصلحتك مين هيجري لك وراها؟ يلا بينا يا رجاله. احنا متشكرين جدا يا معلمه. الزياره دي ما تتحسبش، انا مؤكد ليا زياره تانية. انا تحت امرك دايما يا معلمه شرح. بالاذن احنا بقى معلمه. السلام عليكم. ايه رايك بقى في المعلمه؟ والله يا ستي حربي. امور يا معلمه. فكرت هنتصرف ازاي في موضوعنا؟ بالحقيقه لسه. طب مش بتقول انه صاحبك صلاح ده ومحامي وبيفهم في القانون وسرك؟ مظبوط. طب ما تاخد وتدي معاه في الكلام كده يمكن يقول لنا حاجه تفيدنا. والله يا عيني العقل يا معلمه، امرك. استناك النهارده؟ لا الليله مش هينفع. أنا يعني هروح لسه أوصل أبو صلاح وأقعد معاه شوية وبكرة الصبح أجيلك إن شاء الله. ماشي بشوقك زي ما تحب. بس لما تيجي الصبح بقى أبقى طمني صلاح قال لك إيه. ماشي. صباح على خير. أنت من أهل. يلا أبو صلاح اركب عشان أوصلك. لا 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 ماليش داعي، أنا هاخد تاكسي وأروح. لا تاكسي إيه؟ وبعدين عايز آخد رأيك في موضوع كده. موضوع إيه؟ أحكي لك في السكة. طب والرجالة دي؟ ده أنا هطلع على عم نوفل أطمن عليه وبالمرة بعز دنيا. أيوة وعز دعاء. طبعا وعز دعاء بالمرة يعني. العب عم زين. ماشي أنا نص ساعة كده وهحصلكوا على الأرض. سلام يا رجالة. سلام. يلا بركه. يا بركه في ايه يا زين؟ على فكره جدع اللي اسمه صلاح ده. ماله؟ من هنا مش حلو وبكره تقول بركه قال. طب يلا يا اخويا بلاش افتح. يلا
يا دمشي يا دمار. متشكرين متشكرين يا اختي، ما نقولكش في واحد. متشكرين متشكرين. شكر الله وسعدك. شكر الله وسعدك. متشكرين يا ام محمد. اقفل اقفل يا اختي. بقول لك ايه يا دعاء؟